السلام عليكم. بخصوص مشكلة ان تطبيق اي ام يو ما عاد هو يبث مباشر وتوقف، هذا تطبيق ثاني يؤدي تقريبا نفس الغرض ويشتغل على نفس قاعدة البيانات، يعني نفس السيرفرات اللي هي تخدم هنا تخدم هنا. هذا تطبيق اسمه جي دي ام اس اس بلس، موجود في الاندرويد، وفي الايفون يصير اسمه اي دي ام اس 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 بلس. باذن الله بيكون في وصف المقطع رابط الايفون رابط الاندرويد. هذا التطبيق حملته نزلته، هذا هو البرنامج. اول ما تفتحه ممكن يطلع لك الصفحه هذه، او ممكن تطلع لك الصفحه هذه، اي ان كان هي تتنقل انت من الازرار اللي تحت. عندك هذا زر مي اول ما تدخله، زر مي. لحظه انا بس اجي الخروج. اول ما تدخل هذا زر مي بيكون عندك هنا لوجن ناو، هذا تدخل فيه نفس الايميل ونفس كلمة السر اللي كنت حاطها في تطبيق اي ام او يو الاول. الان هذه نفس الايميل اللي كان في تطبيق اي ام او يو وكلمة السر نفسها، نحط لوجن. طبعا اول ما تحط لوجن بيبدأ يطلع لك طرف الايميل هنا وهذه الحسابات. نروح لقائمة ديفايسز، هذه الزر اللي هنا، نحط على الزايد بيطلع لك ثلاث خيارات. اذا كان الكاميرات باقي ما حذفتها من التطبيق الاول، يعني ما سويت لها ديليت ولا ضغطت زر ريست في الكاميرا، بس وقفت ما سويت اي شيء فيها، اضغط اونلاين سيرش، يبدا هو يبحث يجيب لك الكاميرات من التطبيق الاول وينزلها عندك. الان انا في عندي هنا كاميرا من التطبيق الاول موجوده، عليها زائد، تختار وايرلس كاميرا، تحط اسم للكاميرا هنا في هذا المربع، نسميه اثنين مثلا، وتحط كلمة السر حقت الكاميرا اللي انت حطيتها اول ما اضفتها في تطبيق اي ام او يو، نفس الكلمة. هذا الان الكاميرتين الموجودة عندي في نفس الحساب اي ام او يو، اختار واحدة منها واختار وايرلس كاميرا، حط اسم للكاميرا هنا، حط كلمة السر للكاميرا نفس كلمة السر اللي كنت انت حاطها في حساب الاي ام او يو، ثم اضغط حفظ. بتشتغل معك الكاميرا بث مباشر. بالنسبة للتسجيل تجده هنا، هذا الزر اللي هنا تحط فيه تسجيل، طلع لك تسجيل اليوم، هذه اذا كان في مقاطع مخزنه في الذاكره بتطلع عندك هنا خلال الايام الماضيه. اذا بغيت ايام اكثر ترجع للصفحه الاساسيه هذه، تحط فيديو وتحط تاريخ ينزل، هذا تختار التاريخ من كم الى كم، الفتره اللي تبغاها، تطلع التسجيلات وتختار التسجيلات اللي بغيتها، ممكن تبعث لي، تختار الكاميرا الثانيه، ممكن تختار اكثر من كاميرا اذا كان عندك اكثر من كاميرا. الوقت هذا ما في عندي أنا أي تسجيل في الذاكرة، لكن إذا كان فيه بيطلع عندك أنا تسجيلات.